أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. لا شك أن حرية التعبير عن الرأي أحد ركائز الحرية الأساسية للفرد والمجتمع، وهو حق ويعبر عن حرية التعبير الذي أو التي هي تعتبر عنصرا أساسيا للمشاركة في إدارة الشؤون العامة، للتأثير في صنع القرارات وإحداث تغييرات إيجابية في المجتمع. هذا الأمر لا يوجد في العراق، فتقمع حرية الرأي والتعبير، وأن من ينتقد الفساد الحكومي يدان في العراق ويحكم عليه بالسجن كما حصل للمواطن العراقي باسم خزعل خشان. باسم الذي كان حالة من مئات الحالات ربما أكثر بحسب ناشطين مدنيين، حيث حكم عليه بالسجن 6 سنوات لأنه انتقد الفساد الحكومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد الواقع المزري في العراق من بطالة وانعدام الخدمات في بلد يخصص له ميزانية مليارية تعادل ميزانيات 6 دول. فلا بنى تحتية ولا نهضة ولا تقدم ولا زراعة ولا صناعة، ومن ينتقد هذا الواقع فمصيره السجن. أما حيتان الفساد فيحكم عليهم بالبراءة في محاكم في القضاء في العراق. نفس القضاء الذي يحكم على من ينتقد الفساد هو يحكم على حيتان الفساد أو يحكم لهم بالبراءة. وهذا طبعا له دليل، والدليل هو وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني. نسلط الضوء مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة على قمع حرية الرأي في العراق وماذا بعدها. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير النداوي، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك أستاذ نظير. حياك الله. سينضم معنا من بيروت الدكتور طارق شندب، أستاذ القانون الدولي، وكذلك سينضم إلينا لاحقا الأستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي. بداية المشاهدين الكرام، فلنشاهد هذا التقرير سوية عن اعتقال المدون المواطن العراقي باسم خزعل خشان، لنشاهد سوية. جزءا من الفساد الحكومي في العراق واتبع إحدى الميليشيات المسلطة على رقاب أهله، تحصل على صك يحميك من أي ملاحقة أو محاكمة حتى لو ارتكبت أفظع الجرائم. أما أن تكشف عن سوءات الحكومة وما حوته وتفضح فسادها فتلك جريمة كبرى تهون أمامها كل الجرائم. الناشط المدني باسم خزعل خشان كتب في حسابه على موقع فيسبوك منتقدا فساد مجلس محافظة المثنى، فوجد نفسه أمام قضاء يجيد التفريق جيدا بين سرقات مليارية وبين مواطنين يتخذون من أقلامهم سلاحا للدفاع عن حقهم في العيش بكرامة. القضاء نفسه الذي حكم ببراءة فلاح السوداني المتورط بملفات فساد تقارب قيمتها المليار دولار من أموال الشعب العراقي، حكم على باسم خشان بالسجن لمدة 6 سنوات. فقد قالها العبادي قبل أكثر من 3 سنوات: انتظروا وسترون كيف أنقض على رؤوس الفاسدين. لكن فاته آنذاك أن يوضح من هو الفاسد برأيه. الحكم على خشان جاء بناء على دعوتين تم تقديمهما من قبل مجلس محافظة المثنى وهيئة النزاهة، بعد أن اتهمهما الناشط بالفساد وعدم تأدية مهامهما كما ينبغي. خشان الذي تحدث بلسان ملايين العراقيين فضح بالأدلة مسؤولين حكوميين ونوابا وقضاة فاسدين في محافظة المثنى، وطالب حكومة العبادي بتوقيفهم ومحاسبتهم. فلم تكتفي القوات الحكومية في المحافظة باعتقاله والحكم عليه بالسجن، بل اعتقلت من تضامن مع حقه في التعبير عن الرأي والتصدي للفاسدين في البلاد. وكانت تهمة هؤلاء التظاهر دون ترخيص رسمي وإحداث أعمال شغب، وما هي إلا محاولة لتكميم الأفواه ومنع أي محاولة لكشف حجم الفساد الحقيقي الذي يعيشه العراق اليوم. شاهدنا سوية المشاهدين الكرام هذا التقرير الذي يوضح يعني عملية اعتقال باسم خزعل خشان، وأن حيتان الفساد تصول وتجول، ولكن يحكم على منتقد الفساد بالعراق بالسجن وبغياهب السجون. ولكن فيما لافت للنظر أن أمريكا التي كانت تقول أنها جاءت بالديمقراطية للعراق، يحدث ذلك في العراق
على مرأى ومسمع من العالم. حتى دونالد ترامب الرئيس الأمريكي تحدث في آخر تصريحاته وقال السياسيون في العراق هم مجموعة لصوص. مع ذلك يتم اعتقال من ينتقد الفساد في العراق وهذا هو مصيره. توصيفك لاعتقال الرأي في العراق أستاذ نظير الكندوري. يعني حقيقة الأمر الذي يحدث في العراق بعدما جاء الاحتلال الأمريكي ونصب هؤلاء وكل الماكنة الإعلامية تقول بأننا مقبلون على عهد فيه حرية للصحافة وحرية للرأي وطبلوا كثيرا لهذا الموضوع، لكن الأمر تغير من حال إلى حال. أصبحت هذه الديمقراطية التي جاءت بها أمريكا هي من أشد أنواع الدكتاتوريات، يعني لا تختلف عن أي دكتاتورية متخلفة في أي بلد من بلدان العالم المتخلفة. الأمر أصبح معكوس تماما يعني حاليا، بل وصل الأمر أن يعني كثير من العراقيين الآن يتحاشون أن يذكروا شيء من الانتقادات أو شيء من يعني انتقاد الحالة الراهنة في العراق في مواقع التواصل الاجتماعي سواء فيسبوك أو تويتر أو غيرها من مواقع التواصل، خشية أن يتم محاسبته على مجرد رأيه في الحالة المأساوية التي تحدث في العراق، وهذه قمة الدكتاتورية. لا يعني الآن العالم تجاوز مرحلة أن يحاسب الإنسان لمجرد رأيه، هو ليس تابع لتنظيم إرهابي أو داخل حزب معين معارض للسياسة، هو يعني هذا المثال على باسم خزعل، هو مجرد مدون يتابع القضايا الفساد ويحاول فضحها، بل ويقدم الأدلة إلى هيئة النزاهة لكي يساعدها في تطبيق يعني الضرب على أيدي المفسدين. لكن ما تم مكافأته بهذا الأمر أن تم الحكم عليه 6 سنوات، حقيقة صارخة يعني تفيد بأن هذه الحكومة هي ليست حكومة، لم تأتي من أجل إرساء الديمقراطية أو حرية الرأي، إنما هي مسخرة بجميع مقدراتها لخدمة المصالح الشخصية لهؤلاء السياسيين الفاسدين. يعني الأمر نحن ندخل في يعني من سيء إلى أسوأ على مدار من 2003 ولحد الآن تنتقل الحالة في العراق من سيء إلى أسوأ، ولا نعلم إلى أين ستستمر. ربما هذه الأمور تؤدي إلى حالة انفجار، ربما التظاهرات التي نشهدها الآن مناصرة لشخص واحد اسمه باسم خزعل ربما ستكون الشرارة التي ستفجر الوضع شعبيا إزاء كل المفاسد. ناشطون مدنيون يتحدثون عن أن هناك المئات من حالات باسم خزعل خشان وليس فقط هو، يعني وهذا يلقي بظلاله على تداعيات هذا الأمر، وخصوصا هناك تظاهرات كبيرة وربما يعني تتفاعل أكثر وأكثر وتنتج عنها أمور مستقبلية فيها توقعات معينة. أنا أريد أن أنبه على شيء الملفت للنظر بأن يعني ردة فعل الشعبية وانتشارها في عدة محافظات شيء ملفت للنظر حقيقة، بالرغم من أنه هناك كما قلت مئات من هؤلاء الذين يحاولون أن يفضحون الفساد، بل كثير منهم تعرض للاغتيال وتعرض للتهديد، وكثير منهم آثر الخروج من العراق بسبب منذ تظاهرات عام 2011 وحتى الآن. بالضبط، يعني كل مرة يحدث هذا السيناريو. لكن الشيء الجديد في موضوع باسم خزعل إن يعني حاضنته الشعبية هي من قامت بمحاولة الدفاع عن حقها. يعني وصل الأمر بأن المواطن العراقي ليست لديه ثقة بالقضاء، وإذا استمر القضاء في مناصرة الفاسدين وضرب المصلحين الأمر يعني سوف يؤدي إلى تفاقم الحالة. أمر غريب، لو نأخذ مثلا فقط محافظة البصرة، هذه المحافظة التي تعتبر من أغنى المدن في العالم بالثروات، مع ذلك يعني نسبة الفقر بحسب تقارير حتى عراقية تقول بأن نسبة الفقر يعني تتجاوز 30 أو 35%، أمر غريب، والكثير من المدارس الطينية والبيوت الطينية وغيرها، يعني مع ذلك من ينتقد هذا الواقع يزج به في السجن. اسمح لي، تفضل أستاذ نظيف. عفوا، يعني فقط على موضوع البصرة، يعني حقيقة البصرة من المحافظات المظلومة بالرغم من ثرواتها، لكن نقول إن يعني ثروات الشعب العراقي
أينما كانت هي ملك كل الشعب العراقي، لكن هذه الثروات لم يتمتع فيها أي شريحة من المجتمع. يعني حتى لو نظرنا للأمر بشكل طائفي، فمحافظات الجنوب هي الحاضنة الشعبية لهذه أحزاب السلطة، لكن مع ذلك هي تعيش الآن في أسوأ الظروف الحياتية. نعم، أرحب بضيفي الدكتور طارق شندب المحامي وأستاذ القانون الدولي، انضم معي من بيروت عبر الهاتف. دكتور طارق مرحبا بك. دكتور طارق الآن يتم تأميل الاتصال مع دكتور طارق شندب، أعود إليكم مرة أخرى أستاذ نظير. يعني الآن هذا الحكم على باسم خزعل الخشان، وهو طبعا نموذج وحالة من مئات الحالات بحسب ناشطين مدنيين، يعني أترى أن جذوره سياسية أم قضائية؟ يعني بتفكير بسيط وللوهلة الأولى، لا يمكن أن يكون مثل هذا الحكم يكون حكم قضائي على جريمة معينة أو على جريمة تشهير، كما يقولون أنه شهر بمجلس محافظة المثنى، أو أنه اتهم مؤسسة حكومية بتهم باطلة. الأمر واضح جدا بأن هذا استهداف سياسي، لأنه يعني يعتقدون أن محاولته لكشف ملفات الفساد هو استهداف لهذه الطبقة السياسية الموجودة في المحافظة أو موجودة في العراق بشكل عام. أترى أن هذا الأمر يعني ربما حصل قبل الانتخابات يعني بأمر متعمد، أم أنه ساري وكان يحصل والآن برز من خلال يعني هذه التظاهرات التي نالت بإطلاق سراح؟ يعني أنا ما أظن أن يعني موضوع حالة باسم خزعل وصلت إلى مرحلة بأنه لم يعد يطاق الملفات التي يكشفها، بدليل أنه كشف كثير من الملفات ووفر الكثير من الأموال للخزينة العراقية، لكن هذا الأمر لم يعجب هؤلاء الناخبين. هم الآن يتحضرون لحملات انتخابية تحتاج صرف أموال لكسب الأصوات أو شراء الأصوات بتعبير أدق، لذلك يعني الآن هو في حالة حرجة. الأمر الذي يعني أدى إلى التفاعل مع يعني هذا المدون، إن الآن يعني أرى برأيي الشخصي إن الحاضنة الشعبية لمثل هذه الأحزاب الفاسدة، وما أقصده يعني في المناطق الجنوبية، بدأت الآن تعي بأنها هي تعطي التضحيات وتعطي ثقتها لهذه الأحزاب، ولكن لم يحدث شيء من تغيير حقيقي بحياتها، بل بالعكس حدث تغيير سيء في حياتها. والآن نحن مقبلون على انتخابات ربما ستبرز نفس السياسيين الفاسدين. ليس فقط الانتخابات، هناك أمر مهم أيضا وهو قضية الدول المانحة. المؤتمر الكويت يعني ثلثاء يعني الأموال ستخصص للمحافظات الجنوبية، هذا كان يعني أحد الأهداف اللي تقوم بها الحكومة لكسب هؤلاء شعبيا. هذه الدول طالبت بضمانات لكي لا تذهب أموالها سدى وفي جيوب الفاسدين في العراق. أترى أن هذا الأمر يعني هو أيضا يعتبر من الدوافع التي جعلت القوات الأمنية والحكومة يعني تنتبه إلى موضوع المدونين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بالتأكيد، يعني هذه الدول لديها الأجهزة التي ترصد الحالة بالعراق، وهي دول يعني ليست غافلة عما يحدث في البلد، وطلبهم لهذه الضمانات دليل على بل يعني إقرار بأن النظام السياسي في العراق هو نظام سياسي فاشل وفاسد بمعنى الكلمة. بل هناك تخوفات أن هذه الأموال ربما لا تكون أي طريقها لجيوب الفاسدين فقط، إنما ربما تجد طريقها إلى إيران التي الآن اقتصادها يعاني الأمرين بسبب تدخلات الخارجية. فهذا الأمر الآن يحاولون أن يطالبون بضمانات. وفي توقعي الشخصي أن مؤتمر الكويت سوف لن يسفر عن شيء، يعني بدليل والسبب هو عدم توفر الثقة بهذه الحكومة الفاسدة. محاولات الآن الحكومة هذه بتكميم أفواه المدونين، تكميم أفواه الذين يصرحون بوجود الفساد وتشخيصه من خلال مسميات ومؤسسات حكومية تمارس هذا الفساد، هذا لا يصب في مصلحتها أو يجعل الثقة تتدهور أكثر مما هي متدهورة، لذلك يقومون بهذه الأحكام القاسية ليجعلوه عبرة لغيره من المدونين. أرحب مرة أخرى بالدكتور طارق شندب المحامي وأستاذ القانون الدولي، مرحبا بك دكتور طارق. هذا
هلا حياك الله، تحية لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين. أهلا بك دكتور. دكتور طارق، ما توصيفكم من الناحية القانونية لحالات قمع واغتيال حرية التعبير في العراق؟ ولعل هذه الحالة، حالة المدون العراقي باسم خزعل خشان، يعني تعد نموذجا للكثير. أولا يعني هناك قاعدة واضحة يعرفها الإعلاميون والمحامون، أنه حيثما يوجد قمع للحرية يعني أن هناك فساد في الدولة التي تقمع الحريات، هذا أمر ثابت. ثانيا، ما يجري من قمع للحريات في استهداف المدونين والناشطين الذين يلتزمون الحقوق في التعبير عن الرأي وكشف حالات الفساد، إنما يدل عن أن هذه الدول أو الأنظمة القضائية التي تصدر هذه الأحكام إنما تتبع للأنظمة السياسية وتخالف القوانين المحلية والدولية، حيث أن سرعة حقوق الإنسان تعطي الحرية لكل شخص أن يعبر عن رأيه. نعم معك دكتور، تفضل أكمل. نعم دكتور. نعم دكتور، يعني في ضوء ما يجري في العراق من انتهاكات لحقوق الرأي وحقوق العراقيين وكذلك الصحفيين والمدونين، ما تقييمكم لعمل القضاء العراقي؟ نعم دكتور تسمعوني؟ نعم دكتور، سألتك عن تقييمك لعمل القضاء في العراق. طيب يلا نعم، سأعود إليكم مرة أخرى. نعم دكتور طارق شندم، هناك خلل في الصوت بالتأكيد. بالعودة إليك أستاذ نظير، الخلل هو فقط موجود في القضاء العراقي؟ هناك من يرى بأن هذا القضاء هو مسيس لمصالح الطبقة السياسية الفاسدة، إلى أي مدى ذلك صحيح؟ يعني القضاء العراقي يعني لا يوجد، يعني ربما الأدلة على فساده كثيرة جدا، من يعني موضوع النظام السياسي وإلى أبسط موضوع الجرائم والجنح اللي يتم عمل القضاء فيها. يعني أنت ترى كيف المالكي استطاع الحصول على رئاسة الوزراء بعد أن أحال القضية إلى المحكمة الاتحادية وحكمت إلى رئاسته للوزراء، إضافة إلى أنه محاولة تبرئة الفاسدين يعني عبر فذلكة في القوانين وجعل هذا القانون مطاط بحيث يتم السماح للفاسدين بالإفلات من بجرائمهم وعدم نيلهم العقوبة. وترى أن هذا القضاء ينال من الناس البسطاء والمدنيين أو الناشطين أو أي شخص يحاول أن يفكر للأفضل بالنسبة لوطنه. لذلك موضوع القضاء مسيس بامتياز لخدمة طبقة سياسية معينة، أو لنقول لخدمة موضوع طائفي في العراق. لو ترى أن مثلا مادة 4 إرهاب هي مصممة خصيصا لمكون ديموغرافي وحيد اللي هو العرب السنة، لا تجد من ينتمي إلى يعني مكون آخر هو مدان في هذه المادة. كذلك الموضوع يعني في قبل بحدود أسبوع تم صرح رئيس المحكمة الاتحادية في نفس المحافظة التي ينتمي إليها باسل، يقول إن القضاء يصدر أحكام على مطلوبين لجنح أو جرائم تجارة المخدرات وجرائم القتل، ولدينا أحكام بإلقاء القبض على آلاف من هؤلاء، لكن لا نستطيع تنفيذ إلقاء قبض واحد. لماذا؟ لأن حتى الأجهزة الأمنية تنتمي إلى العشائر التي المطلوبين من عندها، وبالتالي هذا الشرطي أو المنتسب للأجهزة الأمنية لديه ولاء إلى العشيرة وإلى الطائفة أكثر من ولائه للوطن. وبمعنى أن القضاء لا يستطيع أن يمارس عمله حتى لو كان نزيها. وإضافة أن الأجهزة الأمنية هي أجهزة انتقائية تستهدف مكون معين،
وتغض النظر عن مكونات أخرى. طيب وهذا يعني أن احنا نعيش بلد لا قانون فيه. يعني بما أن الحال هكذا، هل ثمة نقاط قوة يستند عليها المتهمون بالفساد، حيتان الفساد في العراق؟ يعني الآن الواقع العراقي مثل ما هو معروف، لا نهضة، لا زراعة، لا صناعة، ليس هناك أي مقومات لنهضة المجتمع، الأمية منتشرة، الخراب منتشر في كل مكان، ليس هناك مجال لعمل وتوظيف الشباب سوى التطوع والانضمام والالتحاق بالقوة الأمنية أو الميليشيات أو غيرها، وبالتالي إدارة عملية الحروب الداخلية داخل العراق، العراق مديون، منهك بالديون. تداعيات قمع الرأي في العراق الذي ينتقد هذا الواقع، ربما هناك تداعيات مستقبلية على الواقع العراقي رغم السوء الذي هو فيه. ما التداعيات المتوقعة من وجهة نظرك؟ يعني التوصيف اللي حضرتك تفضلت به هو نتيجة لانعدام القانون، نتيجة لهذا التوافق ما بين الطبقة السياسية الفاسدة والقضاء. وأي بلد إذا وجدت القضاء يصل إلى هذه المرحلة من التردي ومحاباة الفاسدين، فبالتأكيد تجد أن تلك الدولة ستنحدر في كل مفاصل الحياة، سواء منها التعليمي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. والتناحر الآن وصل الشعب العراقي، التناحر بين العشائر أصبح يعني بشكل فاضح، يستخدم في تلك المعارك أحدث الأسلحة. بل هذا يعني تكملة لحديث رئيس المحكمة الاتحادية في السماوة، يقول إن لدى العشائر أسلحة يفوق عددها ونوعيتها ما لدى الأجهزة الأمنية في الأمن الداخلي. سأعود إليكم مرة أخرى أستاذ نظير، تأمل الاتصال بالدكتور طارق شندب مرة أخرى. دكتور طارق، هل تسمعني الآن؟ نعم هذا كله خير. نعم دكتور طارق، كيف ينظر القانون الدولي إلى مسألة قمع حرية التعبير في العراق؟ يعني كما أسلفت وكما قال ضيفك الكريم، حيثما يوجد فساد يوجد كبح الحريات، وما يعانيه القضاء العراقي هو ما تعانيه الدولة العراقية من فساد يستشري في كافة أجهزة الدولة وحتى جسم القضائي الذي استعمل سابقا للانقباض على كل من يعارض سياسة الدولة العراقية ولكل من يعارض الدولة الطائفية العراقية، حتى أن بعض المنظمات الدولية وصفت القضاء العراقي بأنه قضاء إرهابي للأسف. ولكن في موضوع الفساد لا يجوز أن يكون هناك كتم للحريات، وهذا مبدأ في القانون الدولي، وهذا مبدأ تفريق شرع حقوق الإنسان والإعلام العالمي لحقوق الإنسان عن حرية التعبير، وأن لكل شخص الحرية في التعبير ضمن الأسر القانونية. ما يجري في العراق هو نسخة لما يحاول أن يتم من قبل السلطات القضائية في بعض الدول مثل لبنان. فأي انتقاد لأي شخص في السلطة يغش به في السجن. هناك مثلا محامية اسمها خمين غدار، هي مقيمة وباحثة في الولايات المتحدة الأمريكية، حكم عليها القضاء اللبناني بستة أشهر حبس لأنها انتقدت السياسة الانتقائية للأجهزة الأمنية اللبنانية لأنها تسقط عن إرهاب ميليشيا حزب الله وإرهاب الميليشيات الصفوية. طيب. دكتور طارق إذا سمحت لي، أو إشارة في هذا الإطار، يعني إلى أي مدى يمكن تأسيس منظمة عربية أو مركز متخصص في مجال حقوق المثقفين العراقيين، الصحفيين العراقيين، حتى وإن كان في إطار عربي، ولكن أيضا يشمل بها المواطنون العراقيون، المدونون، الصحفيون، المثقفون؟ ما مدى إمكانية تأسيس مثل هذا المركز المتخصص من وجهة نظركم؟ يعني للأسف أن حكوماتنا لم تعد تعي وتفهم أننا أصبحنا في القرن 21، وبأن كل إنسان لديه أكثر من وسيلة إعلامية يمكن أن يخاطب بها العالم. في السابق كان يتم التعذيب والاغتيالات والتعقيب والخطف والأحكام بدون أن يتم الإعلان عنها. الآن نحن في عصر الإنترنت، عصر السوشيال ميديا، تويتر، فيسبوك، عصر اللايف،
وبإمكان كل شخص أن يكون هو صحافي، أن يكون هو مراسل، أن يكون هو ناشر للخبر، أن يكون هو صادح لمؤسسة فاسدة أو لشخصية فاسدة. ملاحقة هؤلاء تتم في معظم الدول التي لا تحترم القوانين، على هؤلاء أن يجتمعوا وأن يكونوا ضمن أطر أو ضمن يعني مجموعة قانونية تخدم مصلحتهم في نقل الحريات. أعتقد لن تستطيع أي دولة أن تصمت. نعم معك دكتور، نسمعك. هذا أفضل. إذن دكتور نعم شكرا، شكرا لك دكتور، شكرا جزيلا دكتور طارق شندب أستاذ القانون الدولي والمحامي اللبناني، كنت معنا من بيروت. وبالتأكيد لا شك أن حرية التعبير عن الرأي يعني أحد ركائز الحرية الأساسية للفرد والمجتمع. يعني الكثير من الدول المتقدمة يعني فيها هناك مشاركة لعملية صنع القرار، يشارك فيها المجتمع ككل، حتى المدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا، هذه توظف من أجل تقديم الشيء الإيجابي لكل مجتمع في هذه الدول. إلا أن في العراق للأسف هذا الأمر غير موجود، ووسائل التواصل الاجتماعي رغم انتقادها للواقع في سبيل وبهدف التغيير للأفضل، نرى أنهم يعني يعتقلون الكلمة الحرة ويزجون بها في السجون. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نكمل النقاش في هذه الحلقة، كونوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، نسلط الضوء في هذه الحلقة على قمع حرية الرأي في العراق وما تداعيات هذا الأمر على الواقع العراقي. أرحب بالأستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي، ينضم معنا من النمسا. أستاذ زياد مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ زياد، بالتأكيد يعني شاهدت واطلعت على ما يجري في العراق، وهو من يعني لبة وظيفتكم كإعلاميين، ما يجري في العراق هو قمع لحرية التعبير، ما يجري في العراق هو إطلاق سراح حيتان الفساد، ما يجري في العراق هو حرب ضد الكلمة. يعني حتى شهود عيان وحتى ناشطون مدنيون يتحدثون عن أن هذا الأمر ليس بالجديد. ما توصيفك لحالة قمع الرأي في العراق أستاذ زياد؟ الحقيقة حالة القمع متجذرة بالعراق منذ أبان الاحتلال الأمريكي للعراق في عام 2003، حيث كان العمل الصحفي والإعلامي والحقوقي عمل صعب وخطر جدا. فتشهد الكثير من زملاء الصحافة والإعلام وزملاء الحقيقة في مدينة الموصل أثناء عملنا الصحفي، منهم من قتل معي شخصيا أنا أثناء عملي الصحفي، وهناك من قتل في بغداد مثل الشهيد نمير، وهناك آخرين كثر. وكذلك الأمر ينطبق في شمال العراق وفي العاصمة بغداد وفي جنوب العراق، فكل من يدلو بدلوه بخصوص الفساد وبخصوص الانتهاكات يعتبر هدف سهل للميليشيات التي تسيطر على المشهد العراقي في العراق. والعملية متجددة، بالأمس أفراح شوقي، الآن باسم خزع الخشان. من المفارقات بأن باسم خزع الخشان الذي اتهم مجلس محافظة المثنى في مدينة السماوة بالفساد، هو تناول موضوع ربما العالم كله يدركه بأن العراق من الدول الفاسدة، من أكثر الدول فسادا في العالم، وهذا حسب المنظمات الشفافية التي لديها معايير معينة ومقاييس تقيس فيه الفساد.
رغم هذه المنظمات أستاذ زياد، فقط أضيف شيئا، يعني رئيس الولايات المتحدة التي احتلت العراق عام 2003 بدعوى جلب الديمقراطية وبناء العراق ونهضة العراق وما إلى ذلك، دونالد ترامب يتحدث ويقول السياسيون في العراق هم مجموعة لصوص، هذا بالإضافة إلى ما تفضلت به من تقارير المنظمات الدولية. نعم، هم بالفعل مجموعة لصوص، الرجل لم يأتي بشيء جديد، العالم كله يدرس من ميزانيات العراق الانفجارية 1000 مليار، والآن يستجدون في مؤتمر الكويت مبالغ لكي يقوموا بأربع مشاريع فقط لمدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق والتي يعادل سكانها سكان دول خليجية بأكملها. إذا نتحدث عن مؤسسات فاسدة بكل معنى الكلمة. فمن المفارقات، ولم أكمل جوابي، بأن باسم خزع الخشان الذي اتهم مجلس محافظة المثنى في مدينة السماوة بأنه مجلس فاسد، نفسه القضاء الذي حكم عليه ب6 سنوات مقابل دعوتين فقط من أصل 8 دعاوى مقامة ضده، نفسه أمر ببراءة فلاح السوداني الوزير السابق الذي سرق مليارات الدولارات. إذا نتحدث عن ازدواجية في التعامل، الناشط الحقوقي يودان واللص والسارق من الوزراء وأعضاء الأحزاب المتنفذة يفرج عنهم وهم هذا الأمر أستاذ زياد، هذا الأمر يعني من الطبيعي أنه لا يخفى على وسائل الإعلام الغربية والأوروبية، وأنتم يعني تتنقلون في بلاد أوروبا، يعني بالأكيد لديكم اطلاع كيف تتعاطى وسائل الإعلام مع ما يجري في العراق، يعني حيتان فساد يحكم عليهم أو بالبراءة ومن ثم يلقى القبض عليهم عن طريق الانتربول وما إلى ذلك. قضية قمع حرية التعبير في العراق والزج بها في غياهب السجون، كيف تتعاطى معها وسائل الإعلام هناك؟ هناك فرق ما بين المؤسسات الإعلامية المستقلة وما بين وسائل الإعلام التي تتبع بشكل أو بآخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأنظمة الغربية. غالبا ما تجمل للأنظمة الغربية العمليات في العراق كأنها تحرير ضد مجموعة معينة بحد ذاتها مسلحة، ولا تذكر جرائم الميليشيات التي تذكرها المنظمات المستقلة مثل منظمة العفو الدولية، منظمة هيومن رايتس ووتش، مثل منظمات كثيرة تذكر ما تقوم به الميليشيات من أعمال قتل وسلب واعتقال وتنكيل. في هذا الخصوص تحديدا قبل فترة قصيرة تمت محاولة اغتيال أحد الناشطين باسل الكاظمي، وهو من اثنين من مكون غير مكون الذي يمكن ان تتهمه بالارهاب. ومحاوله الاغتيال جرت في العاصمه بغداد، وطالبوه بعدم الظهور على القنوات الفضائيه. رضوان الشعار هو زميلي وصديقي في مدينه الموصل وطالب معي كان في اثناء الدراسه، تم اعتقاله والآن في السجن. السبب هو منشورات أدلى بها في صفحته الشخصية عبر فيها عن آرائه، بغض النظر إن نتفق مع تلك الأفكار أو لا نتفق، ولكن هناك عدم وجود حرية تعبير. محافظ نينوى الحالي نوف العاقوب اعتقل أحد الزملاء الصحفيين وأخبرني شقيقه، وهو صحفي أيضا، بأنه شقيقه تم اعتقاله وتعذيبه داخل مجلس محافظة نينوى، وتم الاعتداء عليه، والسبب بعض الكتابات والتي لم يتهجم بها على المحافظ وإنما رأي مخالف للمحافظ في مجال معين بدون تهجم. إذا نحن نتحدث عن سيادة دولة الغاب، دولة الغاب من يحكم الآن في العراق. الآن الظهور في قناتكم في قناة الرافدين هاي بحد ذاتها تهمة، أنت داعش لتكفير إرهابي، التهم جاهزة، 1-4 إرهاب جاهز، هذه للسنة. أما البقية الآراء الأخرى من المكونات الأخرى
ومنهم من المندس ومنهم من هو. فبالتالي كلها أستاذ زياد يعني كلها يعني مندرجة في إطار محاولات تكميم الأفواه ومحاولات كل من يعترض طريق معين أو طريق السياسيين فهو إرهابي أو ما إلى ذلك من أوصاف، حتى وإن كان من الحاضنة الجنوبية داخل العراق. أستاذ زياد، هل هناك يعني ربما خطوات إجراءات كإعلاميين أنتم ستتخذونها مستقبلا الآن فيما يخص هذا الموضوع، موضوع اغتيال الكلمة، تكميم الأفواه، وخصوصا أن ما يجري الآن هو يعني حكم على هؤلاء المواطنين العراقيين بالسجن؟ لدينا الكثير من المشاركات في الفعاليات التي تخص حقوق الإنسان، التي تخص إيقاف القصف في مدينة الموصل، حيث قمت مع مجموعة من الشباب العراقيين من كل المحافظات العراقية بتنظيم أكبر تظاهرة نصرة لمدينة الموصل في مدينة فيينا. حضرت مؤتمرات في إسبانيا وغيرها. في الحقيقة الآن أعمل على مشروع كبير جدا منذ أشهر في داخل أوروبا لإصدار موافقات رسمية بإنشاء مشروع ضخم يخص حقوق الصحفيين والإعلاميين ويخص النخب المثقفة، وذلك بالاتفاق مع أساتذة متخصصين في شتى المجالات العلمية من ضمنها الصحافة والإعلام ومن ضمنها العلوم السياسية وغيرهم من العلوم الأخرى، مع شخصيات مستقلة وشخصيات وطنية تعمل لأجل العراق، تعمل لأجل الأمة العربية بصورة عامة. وسأطلق عليه اسم المركز الثقافي العربي الأوروبي، والذي سيكون له فروع عدة في أوروبا بصورة عامة، وسيكون مقره العام في مدينة فيينا. وسنخصص حقوقيين متخصصين بإقامة الدعاوي على كل من يقوم بانتهاك حقوق الصحفيين والإعلاميين في العراق أو في بقية الدول الأخرى. نعم أستاذ نظير، الآن ما الحلول أمام العراقيين في ظل سياسات التهديد والوعيد وسياسات اعتقال الكلمة الحرة؟ يعني ما نراه أن الوضع بالعراق يتحول تدريجيا، إذا لم يكن قد تحول سلفا، إلى دولة إرهاب، دولة بوليسية لا يستطيع الإنسان أن يعبر عن رأيه بحريته، بل يفرض عليه أن يتزلف لهذا السياسي أو لذاك السياسي. لكن ما نراه الآن هذه الحالة المثالية التي ظهرت في موضوع المدون باسم يدلل على أن الشعب العراقي تواق للكلمة الحرة، تواق إلى سماع الحقيقة، وأن الشعب العراقي لديه القدرة على دعم مثل هؤلاء المدونين الأحرار، هؤلاء المدونين المخلصين لعرض الحقيقة. وبالتالي هذا يكون دافع لكل المثقفين العراقيين، الصحفيين، أي إنسان لديه كلمة حرة يستطيع أن يفضح الفساد والمفسدين، أن تكون له دفعة معنوية قوية باتجاه أن يصدح بهذا الحق، وأن تكون يعني في ظهره القوى الشعبية والمنظمات المدافعة عن حقوق الكلمة الحرة. يعني الآن وكأنما لو نجحت هذه التظاهرات في فرض رأيها وإعادة محاكمة هذا المدون وإطلاق سراحة، ستكون نقلة نوعية في المدافع عن هؤلاء المثقفين، وستكون نقطة ضد السلطة السياسية الفاسدة في بغداد. ما يعني أريد أن أقوله إنما أن يجب على العراقيين وغير العراقيين المدافعين عن الكلمة الحرة، سواء خارج العراق أو داخل العراق، بل الثقل الآن على من هو خارج العراق لما يتمتع به من حرية وهامش من الحرية للإصداح بكلمة الحق، أن يقوم ويكثف جهوده ويعرف المفسدين الذين يحاولون تحويل هذا البلد العراقي إلى حالة من التخلف. يعني أنت تعلم أخي الكريم، لا توجد دولة تحترم نفسها إلا ولديها رأي عام معارض هو الذي يرصد حالات الإخفاقات أو الفساد الذي تقوم فيه الحكومة، والتدافع ما بين يعني هذه المنظمات المدنية وما بين الحكومات هو الذي يدفع المجتمع إلى التطور.
فتخيل أن دولة لا يوجد فيها إلا سلطة قانون بهؤلاء المفسدين، بالتالي يتحول البلد يعني خطوة بعد خطوة من تخلف إلى تخلف، ونصل إلى مرحلة تكون هناك هوة كبيرة ما بيننا وما بين العالم المتحضر في العالم. أستاذ زياد، هل من كلمة تودون توجيهها؟ نعم، في الحقيقة أود أن أوجه كلمة لكل مستمعي قناة الرافدين الفضائية وكل الناشطين عبر الأثير. نحن نعمل بجهد من أجل أن نقدم شيء حقيقي وملموس، ولكن نحتاج إلى الدعم، دعم في الكلمة، دعم في وسائل الإعلام، دعم مادي، دعم معنوي. الحقيقة نحتاج إلى تقديم شيء. هناك ملايين الدولارات تذهب إلى جيوب الفاسدين عبر عدة مجالات، بينما لا نتلقى نحن دعم حقيقي وملموس من أجل تنظيم منظمة أو جهة رسمية أو مؤسسة تعمل على إدانة مجرمي الحرب في العراق من الميليشيات، إدانة الحكومات أو الشخصيات التي تنتهك حقوق الإنسان، إدانة الجهات التي أمرت بقتل المدنيين، بتجريف القرى، بتهجير المواطنين، بملاحقة الصحفيين. الحقيقة نحن نحتاج وقفة جادة وحقيقية للانتقال من إبداء الآراء عبر الفضائيات إلى تقديم هؤلاء الشخصيات إلى المحاكم الدولية وإدانتهم ومنعهم من السفر وعدم دخول الدول المتحضرة وخاصة أوروبا وأمريكا وبقية الدول الأخرى، وهنا أقصد الشعوب وليس الحكومات. شكرا لك أستاذ زياد سنجري الإعلامي العراقي لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من تحت الضوء. أستاذ نظير، أخيرا من وجهة نظرك، مع أمام أنظار العالم ما يجري في العراق أصبح الآن مكشوفا يعني، وتحدثت عن الحلول، ولكن هل ترى أن الواقع العراقي هو يعني قابل لهذه الحلول، أم أن هناك ربما ستكون ردة فعل لا تتوقعها الحكومة، ستكون هناك ربما تظاهرات على غرار التظاهرات التي خرجت من أجل باسم خزعل الخشان، وعلى غرارها ربما تتوسع أكثر وأكثر؟ يعني أنا ما أراه من خلال مطالعتي لتاريخ الشعوب وكذا يعني في التاريخ الحديث، لم أجد نظاما سياسيا وقف أمام الرأي الحر وأمام التعبير عن كينونات الناس المثقفين إلا وكانت نهايته السقوط. والسلطة السياسية في العراق لو استمرت في يعني أسلوبها هذا ضد الكلمة الحرة، ضد الناشطين المدنيين، سوف تسقط سقوطا مدويا. يعني أنا ما أراه هذه التظاهرات ربما تكون شرارة تلتهب يعني في عموم العراق. يعني أنت رأيت فيما انطلقت هذه التظاهرات، كيف سيكون موقف الميليشيات الآن المتسيدة المشهد في العراق تجاه هذه التظاهرات؟ الميليشيات لم تسكت، هي من الآن تهدد بعض يعني زعماء العشائر الذين خرجوا للتظاهرات. وأنا يعني ما أتوقع أن العشائر لو أصرت على قول كلمتها في هذه القضية سوف لن تستطيع الميليشيات الوقوف أمامها، لأن الميليشيات مهما كان عددها فهي مجرد يعني ولكنها مدعومة من إيران. مع ذلك كل الأنظمة الدكتاتورية كانت مدعومة من دول أخرى، ولكن سقطت إرادة الشعوب، لا تصمد أمامها أي أنظمة دكتاتورية. وأنا ما أتوقع أن يعني هذه التظاهرات إذا ما تحولت من مطالبة بإطلاق سراح هذا المدون الشريف الذي يحاول فضح الفساد إلى مطالبات بتغيير الواقع المفسد في العراق، ربما الأمور ستتغير كثيرا، وربما لا تقتصر على المحافظة الجنوبية، إنما تنتقل إلى الوسط وتنتقل ربما إلى شمال العراق. في تلك الحالة سيكون الخطر محدق بهذا النظام السياسي العراقي. ما أتوقع لو استمرت هذه التظاهرات سيكون لها أثر كبير في مصير هناك أمر النظام مهم السياسي، ليس فقط على مستوى الواقع الخدمي، هناك أمر مهم جدا وهو على مستوى الواقع الأمني. الكثير من المسؤولين في وزارة الداخلية، قاسم العرجي مثلا، صرح بأن السيارات المفخخة التي تدخل إلى المدن يعني يؤمن لها الطريق، وحتى تؤمن كلفتها
إلى أن تنفجر في أماكن معينة. هل هذا الأمر وهذه الخطورة في التصريحات ماذا ستضيف من زخم لهذه التظاهرات المنددة بالفساد الأمني والفساد الخدمي في العراق؟ يعني هؤلاء مثل قاسم الأعرجي وغيره من الميليشياوين يعني هم وصلوا إلى مرحلة من الأمان بحيث أنهم يصرحون بجرائم حقيقية، يعني هذه يعاقب عليها القانون. أنت المسؤول عن الأمن، كيف تدخل المفخخات بعلمك بدون اتخاذ أي إجراء حقيقي ضدها؟ هذا دليل إدانة، لكن هم وصلوا إلى مرحلة ينطبق عليها القول من أدنى العقاب أساء الأدب، فهو مستهزئ بقدرات الشعب العراقي، مستهزئ بالشعب العراقي نفسه، لأن الشعب العراقي هو الذي يدفع هذه الدماء من يعني بسبب هذه المفخخات والوضع الأمني المتدهور. الاستمرار في هذا يعني ربما تصل يعني حالة الضغط على الشعب العراقي إلى درجة حرجة، بعدها سيكون هناك انفجار، انفجار يعني يتجاوز مرحلة المكونات ويتجاوز مرحلة الطائفية التي أسسوا لها، وتكون هبة شعبية وطنية لا ليس لها خلفية طائفية. وهذا يعني هو مفتاح الحل بالنسبة للشعب العراقي. يجب أن تتكاتف مكونات الشعب العراقي كلها اتجاه هؤلاء المفسدين. الطائفية لم نعرفها قبل وصول هؤلاء. من الذي بيده التكاتف والأحزاب هي المتسيدة الموقف، حتى أن لو حصل شيئا في العراق، حتى لو حصل تفجير في منطقة محددة، تصرح وسائل الإعلام بأن الحاضنة للإرهاب موجودة في هذه المنطقة. يعني من نطلب التكاتف؟ أنا أقول لك أن يعني في أحد اللقاءات ذكرت أن 2018 وصاعدا سيكون هو يعني زمان الشعوب وليس زمان الأحزاب والسلطات. يعني ما أتوقع لو تكاتف الشعب العراقي ربما يستطيع وبسهولة إزاحة هذه الطغمة السياسية الفاسدة، ويؤسس لمرحلة جديدة ولحكومة جديدة على أساس المواطنة، وتجعل هدفها المواطن والوطن هو الأولوية وليس الولاء إلى الأجنبي. نشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الاستوديو الأستاذ نظير النداوي الكاتب والمحلل السياسي، وشكر موصول أيضا للأستاذ الدكتور طارق شندب الأستاذ القانون الدولي والمحامي، كان معنا عبر الهاتف من بيروت، وكذلك شكر موصول للأستاذ زياد السنجري الإعلامي العراقي. تقبلوا مني أطيب تحية مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة، وإلى اللقاء.